كان بيحضر انترفيو، المدير قال له ارجع البيت لان الشغل ده بيعتمد على الجسد وانت مش هتقدر عليه، الوضع فيه احراج. كان محبط شويه وهو بيسمع الكلام، بس لما خرج وشاف الام بره رجع تاني وقال للمدير اديني اسوأ خط في الماليه، اديني اي حاجه الناس مش عايزاها، مش هتخسر حاجه لو بعتها لك. ثقته دي اثرت في المدير واداله الشغل فعلا. اسمه بيل ومريض بشلل الدماغ، رجع وهو مبسوط وعنده ايد لازم تفضل وراه، بس كان منفتح دايما. بيل قدر يخرج بره البيت ويشتغل كمان كمندوب مبيعات في البنك عام 1955 بمساعده الام. ومش قادر تتفوق على نفسك، اتفرج على الفيلم ده دور تو دور. الفيلم ده شجعني لحاجات كتير بجد لما كنت غرقان في احباط رهيب. شغل مندوب المبيعات مش سهل نهائي. اول يوم له راح لقى زوجين بيتخانقوا علشان شجره، ولقى واحد سكران على الصبح وابنه اللي اترعب لما شافه. بعدها العمه دي عشريه قوي وسمعته لحد ما خلص كلامه كله. العمه حسيته مسكين فقالت تديله فلوس. بيل اتعصب ومشي لانه عاوز يعتمد على نفسه علشان يعيش مش على الناس. جاء وقت الغداء وهو بيفتكر اللي حصل في شغله بيل عيط. بعدها طلع الساندوتش اللي ماما عملته مكتوب عليه الصبر والاصرار. بيل شافهم ضحك. بعد الظهر قابل سيدة كويسة ووقع عقدين بجد. السيدة بتحب الخمرة جدا وعايزة تشربه كاس، هو عايز يشرب بس جسده منعه، شرب بقه واحد مش النهاردة 10 أميال وكسب 50 دولار. بيل كان مبسوط وراضي جدا لأول مرة بيكسب فلوس وهو في السن ده، فقرر يعزم ماما على الأكل وصرف الفلوس كلها. الأم كافئته على ده في المطعم، الساعة بتاعت والده، جايزة المندوب في البنك. بيل قال إنه لازم هيتجاوز أبوه، بس بعدها في ناس اشتكت بسبب الطفل اللي اترعب منه، لو ما حلش المشكلة هيطرد من الشغل. هيعمل إيه بقى؟ ممكن يخلي والدته تحل المشكلة دي، ممكن يترجى المدير يديله فرصة تانية ويروح يتأسف للعميل اللي اشتكى، او انه ممكن يروح البيت وما يرجعش هنا تاني. بيل مش عارف يعمل ايه، بس احتار برضو انه يواجه المشكلة. فراح تاني البيت الولد، اول ما الولد فتح الباب ما ورهوش وشه، انما قعد يتكلم على لسان لعبة. ممكن تناديني بلير او جلير او مستر بير، بس مهما عملت ما تضحكش احسن لك. والطفل بيضحك، بيل وراه وشه. في الوقت ده الام جت شافته وبالذات ضحكت ابنها، فدعته يخش جوه وخلص من المشكلة المرة دي. بنروح البيت وهو مبسوط بس ما لقاش ماما، قلق جدا قعد يسال عليها ومش لاقيها. ماما راحت فين؟ الام رجعت بالليل فجاه وكانت الشرطه اللي موصلاها. بيل عرف هنا ان الام جالها مرض الزهايمر، مرض الام بيبقى اخطر مع مرور الوقت. بيل اضطر يسيبها لدار الرعايه علشان ما يحصل لهاش حاجه. الام ما تخيلتش انها ممكن تكون تقيل على ابنها، انجرحت جدا. انا تقيل عليك؟ بيل ضحك وقال لها احنا متساويين دلوقتي. بعد ما نيم الام بيل اجتهد اكتر، الام مش موجوده، بيل وحيد بيعمل الفطار لنفسه. وبيلحق البساط في ميعادها، راح لصاحبه يظبط مظهره وانه كان دايما بيضحك له وانه لازم يدي لاي حد بيساعده فلوس. بيل بياع محترف. في يوم دخل حديقه عايز يبيع للراجل ده بخاخ ومبيت حشري، بس مهما بيل يقول الراجل برضه مش عايز. جاء حبيب الراجل في الوقت ده، بيل خد باله ان علاقتهم مش عاديه فراح لحبيبه يكلمه عن المنتج. الحب ما بينهم كان عميق، بيل نجح انه يبيع له. بيل طيب جدا وهو بيحاول يبيع منتج لبيت شايف الراجل ده بيخون مراته. زوجه الراجل وبنته جم كمان في الوقت ده علشان ما يخليش البنت تشوف اللي هيحصل بين الابوين. بيل قال لها هاخد انت العب معاها. حبيبتي روحي العبي مع بيل. ليه؟ لاني مش عارفه. روحي بس قولي له ان هاجي بسرعه. بالمزرعه على فراقه عن حبيبته، لما بتكون السيده حاسه بوحده بيروح يقعد معاها. بيل عنده صبر، بيروح يهدي كل زباينه هدايا في العيد، حتى الزبون اللي كان بيعامله بعنف كمان. وحتى مع معاملتهم دي بيل بيفضل يروح لهم برضه. بيل عنده مبدا، بيل تعب من كتر الشغل وقعد في المستشفى، قال له في ضغط على العمود الفقري وما ينفعش تمشي كتير. طب هيعمل ايه في الشغل؟ الطبيب بينصحه يسيبه يقعد في البيت ياكل ويشرب وبس. بيل اتعصب جدا، انا عندي شغل. وفي الوقت ده جاله الخبر الافظع، والدته ماتت. مسك دموعه وحضر عزا والدته شاف طفل في بيت زبون فعيط بصوت عالي اسف هاجي المره الجايه. ماما وحشته والوحده الطويله مرقاه وحياته بعد كده هتكون لوحده، هيواجهها ازاي؟ في مؤتمر الشركه عام 1989 المدير تقاعد وعرفهم باقتراحاته لمدراء غيره وهو سامع الشباب بتتكلم وتضحك. بيل قلق لانه مفيش الا مدير واحد. المدير الجديد بص لبيل كان بيحتقره جدا، هو شاف ان المدير القديم كان بيعطف عليه بس. فجاه جاء صوت من على المسرح، بيل هو اعلى مندوب حقق نسبه مبيعات السنه دي. بيل اتصدم لان نسبه مبيعات ساعته تعدت 200,000. اخذ الجائزة ووقف على المسرح وقال 3 جمل، انا بحب شغلي، ابويا مندوب مبيعات ذهبي، كنت بتمنى لو هو هنا، وماما علمتني اكون صبور وعندي عزيمة، وقالت لي ما تحسش باحراج، كنت بتمنى لو هي هنا. شكرا. الكل قام وسقفوا له بحرارة. المدير الجديد تنحى
علشان يشكر دعم الزباين له، فبعت شكر علشان يشكر دعم الزباين له، فبعت شكر بيت 825 لبيت 824 لان الشجره دي هم زرعوها لسنين. بيت رقم 824 رجع الصندوق اللي اتبعت غلط ل 825، وهم كمان رجعوا البريد الغلط ليهم وخلصوا من مشاكلهم هنا اخيرا. بعدها راح للست اللي بتحب تشرب خمره بس عرف انها ماتت، والسبب انها اخذت برشام وشربت خمره فحصل مضاعفات. ابن الست دي بقى اللي لقاها كان كميه صناديق بريد مكفه حج، الحاجات دي كانت المنتجات اللي هي بتشتريها منه. افتكر كل حاجه معاها بالعياط. ضعف العمر ما بيخليش حد يلحق يودع حد. بعد كام سنه الشركه بدات تعمل مكتب رقمي، ما بقتش شويه حاجات بتتباع زي زمان على ورق، انما بقى التليفون النت. بيل مش فاهم اي حاجه بس حاول يفهم برضه، وهو مروح حصلت حادثه رجله اتكسرت فاضطر يريح في البيت. في اليوم ده جاله ولد، عرف من اسم الولد انه الطفل اللي اترعب منه زمان. الولد كان عايز يكتب له قصه حياته بس بيل اتهرب لانه مندوب عادي ومفيش حاجه ممكن يكتبها. في الاخر تصرفات الراجل انتشرت فعلا، صاحبته جت وسالته ساكن في مكان وحش ليه وليه مش بيقدم على تامين، عايز يعتمد على نفسه. بيل قال لها انا حياتي كلها علشان اكافح لده. بعد ما ارتاح رجع للشغل، عدى من قدام مكتب الضمان الاجتماعي ومشي بكل فخره. بس هيرجع الشركه يعمل ايه؟ المدير قال له يتقاعد، الاسهم عنده عليت لان المدير كان بيدعمه. بيل تقاعد وهو راكب علشان يروح، المدير لحقه فجاه وقعد ينادي. طلع ان الشركه عايزاه لنفس الشغل تاني ويكمل يروح للبيوت، ما بقاش في قوانين لهيبيع ازاي. في الاول الشركات كانت بتجبره على عدد معين من المبيعات، دلوقتي سايبينه براحته. بيل وافق وعاش وبدا يستمتع بكل مره وبكل لحظه مع زمايله. بص لنفسك ولاحباطك بقى.